يا بابا، أنت كنت كل عمرك رجال بتوقف مع الحق، وأنا أكيد تربيتك. مشان هيك ما بدي يجي يوم تخلي مشاعرك تسيطر عليك، وخاصة بهي القضية، لأنه التحقيق ما خلص. هذا المحامي ساكسينا، هو محامي مشهور وعلى أساس إنه بيحبوا القشيش كتير، بس اليوم وقت صار الجد قال إنه ما دخلني ومستحيل أقدر طالع قشيش بكفالة. هذا المحامي هو كان أملنا الأخير. هلأ كيف رح نتصرف؟ نحن رح نساوي اللي قررنا نعمله من قبل. رح نروح على بيتها مثل ما اتفقنا، رح نروح نسمي حفيدنا، احسن ما الست فاسوندرا تسميه على كيفها. يا اختي، وشو مشان قشيش؟ هو ما رح يجي، ولهيك هلا عم اقول لك انا انه لازم نروح على المراسم. نحن اهل هذا الولد الصغير، وحتى لو ابوه ما حضر لازم نحن نكون موجودين، وحاسه انه قشيش رح يقدر يجي باللحظه الاخيره. في طريقة بابا، طلب الاستعطاف. إذا أنت قبلت إنك تضمنه لقشيش، المحكمة وقتها تسمح له يحضر مراسم تسمية ابنه. ما بعرف إذا بابا اقتنع معي، بس هو تركني ومشي. أنا واثقة إنه بابا رح يفكر بهذا الكلام، ويمكن قشيش يحضر المراسم، لهيك أنا رح ضل متأملة. رح أتصل فيه. بابا ليش ما عم بيرد علي؟ خالتي، لو سمحتي في عندي طلب. شو هو؟ اليوم مراسم تسمية الطفل، بدي اياكي تشيلي المشاكل على جنب وتخلي قشيش اليوم يحضر. هذا الشخص كتير بيزعجني، لهيك أنا الصراحة بفضل ما يجي لهم. رح نبلش بعد ربع ساعة. يلا نزل الطفل لتحت، بس الطفل. وناندو؟ لا بنتي، ما في داعي للضيوف يشوفوها، خليها مرتاحة بتختها. وما بدي حدا يشفق على بنتي، لأنه هذا الشيء كتير رح يقهرني، وما بدي أعيش هالإحساس. أنا بكل حياتي ما حبيت شوف نظرة شفقة من أي حدا، بس تطيب وتتعافى بتظهر قدام الناس. بتمنى تكوني فهمتيني. جيب الطفل وتعي. معقول ما تحضري مراسم تسمية ابنك؟ وحتى أبوه ما رح يكون موجود؟ هذا الحكي مانه عدل. ناندو، أنا عندي فكرة، أنتِ رح تحضري المراسم وما رح تروح عليكي. شو هالقضوية هاي؟ زبطن منيح إذا سمحت. كل الأمور رواق، شو ضل علينا؟ شو قالت لي أختي ساوي لسه؟ إيه صح تذكرت، يا أخي الأغاني جاهزة؟ إيه وشو لسه كمان؟ صح، ما في ضيافة عند المدخل. أوه، بس لو سمحتي يا أنسة، أنتي حاكيني. هذا أنت؟ بعدين أنا من هي العيلة، ما بشتغل عندك. شو اللي جابك على المراسم؟ وشو دخلك؟ ليش عم تسألني؟ أنت شو جابك لهون؟ أنا هذا بيتي. هذا بيتك؟ عن جد؟ إيه،
قصدي هذا البيت بيكون لعمتي. ايه هيك لكان. وانت مين بتكون؟ انا هون لساعد اختي ميتري. هيك لكان، يعني انت اخوها لميتري؟ طيب خليني اوضح لك شغله، انت بدك تلزم حدودك والا انا رح ضايقك، لانه هون مانا بالدرس وانا مالي طالبتك. لحظه، وبلا زرافتك مفهوم؟ اي درس هاد؟ بنتي طالبتك؟ اه ايه صح، هي طالبتي. هو بيشغل الكمبيوترات امي، بصراحه هو بيشتغل بهداك المركز يلي مندرس فيه التدبير المنزلي، وهو حابب يصير مدرس تدبير منزلي. كيف؟ ابني انت منيح؟ ايه امي هو كتير منيح، بس مشكلته انه مريض وعم يتعالج عن طبيب نفسي. طبيب نفسي؟ يا روحي قلك شغله، اذا في دواء لازم تاخده لا تتاخر ماشي، ولا تتضايق، واكيد عن قريب رح تشفى من هذا المرض. انا عندي شويه شغل.